صباح الخير مشاهدينا ومتابعينا الكرام على صفحة تكمل العربية بنهار جديد وجلسة تداول جديدة معكم المحلل التقني جوزيف ظهرية. رح نقوم بهذه التغطية المباشرة على بعض الأزواج والعمليات الرئيسية الموجودة عنا على منصة التداول. مثل ما تعودتوا علينا التحليل بيكون باستعمال التحاليل التقنية موجات اليوت باستعمال فيبوناتشي اكسبانشن اليجيتر المتوسطات المتحركة والار اس اي. طبعا بهول المؤشرات بندمجهم سوا لناخذ ابرز التحاليل وابرز اذا بدكم خليني اقول الاتجاهات المفترضه على يعني على العمليات الرئيسيه. طبعا اليوم وبشكل روتيني مثل ما بتعرفوا بدي احذركم من المخاطر اللي ممكن تواجهوها في اسواق المال وفي اسواق الفوركس بشكل عام. لازم يكون عندكم مستوى الخبره والرغبه في المخاطره في الاسواق الماليه بما انه النتيجه طبعا بتاخذوها بشكل فوري على راس مالكم ان كانت ربح او خساره. طبعا بنتمنى الربح للجميع وبتمنى أن يكون نهاركم مثمر. طبعا بالنسبه لي اليوم رح نمر على الاجنده الاقتصاديه لنشوف ابرز البيانات اللي ممكن تصدر عنا اليوم. عند معظم البيانات اللي عم تشوفوها امامكم تقريبا على اليورو زون اللي هي تاثيرها مباشر على العمله الاوروبيه الموحده على اليورو دولار وايضا على الجي بي بي يو اس دي اللي هي طبعا الريتيل سيلز اللي عندي اياها بعد نص ساعه ممكن طبعا تاثر على يعني تقلب في الاسترليني دولار. وبالنسبه للدخول الاسواق الامريكيه طبعا بنغطيها في الجلسه الثانيه اللي هي جلسة بعد الظهر بتوقيت الساعة 5:05 بتوقيت السعودية. رح يكون عم بشرح أيضا فيها استراتيجية معينة وبكون عم بيصدروا إذا بدكم الأخبار اللي هن الـ Initial Jobless Claims والـ Housing Index والـ Existing Home Sales. فبهيدي الحالة هون تترقبوا كمان تقلبات او فولاتيليتي على الدولار الامريكي. وبما انه الازواج والبيرز معظم البيرز الرئيسيه الموجوده عندنا على منصه التداول يسعروا في الدولار الامريكي فبهذه الحاله نتوقع تقلب على معظم الأزواج الموجودة عندي. كنا عم نشهد في صباح اليوم خلينا نقول يعني ضعف للدولار الأمريكي لزوج الدولار الأمريكي وبهيدي الحالة كنا شهدنا شوية ارتفاعات خلينا نقول على العملات الرئيسية مثل اليورو دولار وغيرها من العملات. فبهيدي الحالة هون اللي بدي جرب أوصلكم إياه اليوم إنه في جلسة تداول اليوم اللي هي نهار الخميس عم نشوف اليورو دولار عم ببلش موجة تصحيحية اللي هي من القاع اللي سجلوا مستوى 16.75. أنا برأيي ممكن نرجع نكفي هالموجة التصحيحية لنرجع نستهدف أقله أول هدف اللي هو 17.67. 17.67 هو هدف مهم جدا بالنسبة لإلي. يعني 17.67 اللي هي بتساقب تقريبا عند آخر قمة هون سجلناها طبعا اللي هو القاع اللي ارتد منه السوق لأول مرة لما تلامس معه. طبعا هذا المستوى اللي هو 17.67 ارتدينا رجعنا منه لمستوى 18.20 ومن ثم رجعنا انخفضنا بموجه جديده. فاول هدف لي انا هلا بالنسبه للموجه التصحيحيه اترقب ثلاث موجات تصحيحيه اي بي سي. ممكن نرجع نشوف ارتداد بسيط لمستوى 117.02 قبل ما نكفي اتجاه صاعد لنستهدف اول مستوى 117.67. اذا تم اختراقه نرجع نكفي لمستوى 118.30. ما بدي اتكلم انه ممكن نكون عم نعمل بيس بهيدي الطريقه او قاع على المدى الطويل، ولكن انا بالنسبة لي الموجة اللي عم نشهدها على زوج اليورو دولار اللي هي خلينا نقول موجة مثل مثلث ميل على انخفاض، هذا المثلث طبعا ممكن يعطيني إشارة إيجابية وإذا تم اختراقه ممكن نكفي اتجاه الصاعد عن جديد. فبهذه الحالة هون هذا السيناريو اللي عم نشوفه مثلث ميل على انخفاض عادة يسمى اندينج دياجونال. بالاندينج دياجونال خليني أقول بيكون عندي الموجة الأخيرة أو الموجة الخامسة ومن ثم بنرجع بنبتدي ارتفاع عن جديد. هذا السيناريو اللي عم فرجيكم اياه ممكن ندخل على الانترنت ونعمل سيرش على اندينج دياجونال تراينجل. فبهيدي الحاله ممكن نشوف هون الايمجز اللي عم يجونا اوكي. وبالتحاليل التقنيه اللي هن بسيطه جدا تعرف انه نحن هون اذا كانت الاندنج دياجونال ميله على انخفاض نتوقع ارتفاع من وراها طبعا، واذا ايضا كانت ميله على ارتفاع نتوقع انخفاض من وراها. فبهذه الحاله هيدي رولز او قوانين موجات خليني اقول او التقنيات الاستراتيجيه اللي بنستعملها خليني اقول في 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 شركه تكمل وايضا بسوق الفوركس بشكل عام. يعني هون عم نتكلم على اندنج دياجونال ان بير ماركت يعني في الاتجاه العام الهابط اللي هي بيكون عندها خمس موجات انخفاض، تكون عندي مثلث ميل على انخفاض نتوقع ارتفاع من وراه، وايضا البول ماركت لما نتوقع اندنج دياجونال طبعا موجه الام 5 نتوقع انخفاض من وراها. فبهيدي الحاله هون
يعني عم نشهد اذا بدكم هذا السيناريو على زوج اليورو دولار اللي ممكن يكون عندي اندنج دايجنال عليه. عم نلاحظ انه القمم والكعان طبعا عم بيسجلوا مستويات اوطى من بعضهم البعض، وبهيدي الحاله ممكن انه يكون عندي هلا قاع سجلناه. اول مستوى نرجع نزوره هي القمه تبع مستوى المقاومه اللي هي بتسائب ايضا عند مستوى ال 1769 او 1767، فبهيدي الحاله ايضا بنكون استهدفنا نفس القاع اللي هو تكلمنا عليه سابقا اللي هو 1767، واذا في حال تم اختراقه طبعا نرجع ناخذ اشاره شراء عن جديد. بالنسبه للاسترالي دولار واسترليني دولار ايضا عم يتحركوا مثل بعض، اللي هن كمان ابتدوا موجه تصحيحيه بسيطه. عم نلاحظ انه استرليني دولار ابطا من اليورو دولار من وراء الموجه اللي كنت توقعتها انا انه هي اكسباندنج، خليني اقول تراينجل، كانت تعتبر موجه رقم 4 خليني اقول، وانخفضنا بخمس موجات اللي هي من وراها. خلينا نعمل زوم ان لنشوف تقريبا شو عم نشوف امامنا بالرسم البياني وبانخفاض استرليني دولار اللي سجلنا اخر قاع. من ورا موجه رقم 4 اللي دخلنا فيها اللي هي هون واضحه انه دخلنا بمرحله افقيه، ابتدينا بالموجه الخامسه اللي هي هون 1 2 3 4 5، فبهذه الحاله هون 1 2 3 4 5، وممكن نكون انتهينا الموجه الخامسه بيج 5، خليني اقول هون بيج 4 وبيج 5، هون انتهينا بيج 3. فبهيدي الحاله طبعا ممكن نكون انتهت يعني انتهى السيناريو الهابط لزوج استرليني دولار عند هذه المستويات اقله للمدى القصير، للمدى الوسط للقصير طبعا. فارتداد اول ارتداد ممكن اذا بدي افكر فيه ممكن ياخذني لمستويات ال 136 عن جديد اللي هي اخر قمه خليني نقول سجلناها بموجه رقم 4، فممكن نرجع نستهدفها عن جديد قبل ما نرجع نشوف سيناريو اخر. هل يا ترى رح نكفي الاتجاه الهابط او نرجع نبتدي اتجاه صاعد وموجه اندفاعيه جديده؟ ما فينا نقرر هلا، ولكن اللي بجرب لكم اياه انا انه القاع اذا بدكم وصلنا له ان كان بالاسترليني دولار او باليورو دولار، وايضا باسعار الذهب. اسعار الذهب كنا سجلنا قاع وكنت تكلمت على الهامر اللي شفتوها امامكم، هذا الهامر اللي هو طبعا اشاره ايجابيه لاسعار الذهب، وقلت لكم اقلهم ممكن نرجع نستهدف مستوى اخر قمه نزلنا منها اللي هي مستويات 1320، فبهيدي الحاله اشاره المطرقه او الهامر اتس بولش سيجنال لنرجع نرتفع ونستهدف هذه المنطقه. ف 1320 هي المنطقه المستهدفه. بتلاحظوا اسعار الفضه امس انخفضت بشكل خليني نقول حاد وسجلت مستويات واطيه، كانت الذهب ما انخفض معه بينما اسعار الفضه نزلت لحالها، فبهذه الحاله كانت سجلت مستويات او قاعان مهم جدا اللي هي خلينا نقول خط دعم ابتدى من 16 ماي لحديث اليوم، يعني تقريبا عمره اكثر من اسبوع او اسبوعين. فبهيدي الحاله طبعا نتوقع انه هذه المرحله اللي تلمسنا معها امبارح هي نقطه الفاصل، اللي اذا في حال بدنا نعرض وقف خساره لندخل بمراكز شراء لازم يكون هو الاهم. هذا اللو اللي سجلناه امبارح طبعا هو بيعطيني او نقطه فاصل او انفاليديشن ليفل بين السيناريو الهابط والسيناريو الصاعد. بالنسبه لاسعار الفضه والمرحله الافقيه الضخمه اللي دخلنا فيها وما عم نقدر نخرج منها لوقت طويل جدا، هيدي المرحلة الأفقية اللي هي للفضة طبعا تم اختراقها هون ورجعنا فورا انخفضنا تحتها، وبهيدي الحالة هون طبعا كان عندي خبر مهم جدا. أنا برأيي لازم يرجع يتم اختراق هذه المرحلة الأفقية لنكفي اتجاه عام واضح، وبما أنه طبعا عم نشوف نحن على الصورة الأكبر inverse head and shoulders او الرأس والكتفين طبعا بشكل مقلوب اللي هن عم نشوفها هون. اول هون هيدا الهيد، هيدا الكتف، هيدا الكتف الثاني طبعا، هيدي اول انفرس هاند شولدرز، وعندي هون على المدى الكبير انفرس هاند شولدرز. فبهيدي الحاله صار عندي هيدا السيناريو اللي هو خليني اقول بيمثل سيناريو ايجابي، اوكي عندي اياه صرت عم شوفه باكثر من يعني باكثر من مرحله اذا بدكم على المدى الوسط والمدى الطويل. اوكي عم نشوف عده سيناريوهات لهذه الراس والكتفين، ولكن طبعا هون الانفرس هيد اند شولدرز الرايت شولدر او الكتف اليمين خليني اقول على المدى الطويل كان طول ودخل بمرحله افقيه ضخمه قبل ما نبتدي ارتفاع من جديد، ولكن هذا السيناريو طبعا لاسعار الفضه تعطيني اذا بدكم سيناريو ايجابي، وانا شبه اذا بدكم يعني اكيد على انه لازم يتم اختراق عن قريب، ويعني قربت لانه بما انه المرحله الافقيه كثير طولت بهذه خلينا نقول
سايدويز موفمنت. بهيدي السايدويز موفمنت طبعا كان عنده اكثر من 20 او 30 شمعه يوميه، فبهيدي الحاله لازم يتم اختراق على المدى القريب ان كان من فوق ولا من تحت، ولكن السيناريو المحبذ هو نمشي بالاتجاه الصاعد طبعا. بالنسبه لاسعار الفضه كنت اعطيت رايي فيها كرمال نشوف شو الوضع، لانه بالنسبه للمستثمرين والمضاربين عم يدخلوا باسعار الفضه ما عم بيقدروا يدخلوا ويحددوا لهذا الاتجاه الواضح، كل ما نوصل لمستويات معينه بتلاقوا انه ارتدينا منها وانخفضنا بشكل حاد. فبهذه الحاله طبعا بدي اقول لكم انه هلا الاول مره عم نعمل خليني اقول كمان اعلى من بعضها البعض، وهذا الشيء ايجابي وبدل على انه ممكن نرجع نستهدف مستويات اعلى على المدى الوسط للمدى القصير على اسعار الفضه. اسعار النفط كنت حذرتكم منها، قلت لكم انه ممكن نرجع نشهد ارتداد ونرجع ننخفض لمستويات خلينا نقول اوطى على اسعار النفط، اللي هي ممكن ترجع تاخذنا بالنفق الميل على ارتفاع بالموجه الخامسه اللي هي طبعا ممكن نرجع نستهدف فيها مستوى ال 67 دولار. وانا اللي بحبه باسعار النفط وبهذا الارتفاع بالضبط هو ال 7 سوينج هاي. ال 7 سوينج هاي هي طبعا استراتيجيه ايضا ممكن انه تتبعوها. 7 سوينج هاي اللي هي عندي على اسعار النفط خلينا نقول اذا بدخل خطوط مقاومه وخطوط دعم ايضا، اللي بتعرفوا انه خليني لكم اياه بكل بساطه انه هون عندي خلينا نقول 1 2 3 4 5 6 7 اوكي، هون عندي كم رقم 1 2 اوكي عفوا خلينا نسميهم بشكل مظبوط 1 2 3 4 5 6 و7. هذا السفن سوينج هاي اللي هي عم نرتفع فيها طبعا على اسعار الفضه. ممكن انه خطوط الدعم ما تاخذوها بهذه الطريقه، ممكن خط الدعم تاخذوها بطريقه اخرى اللي هي تعملوها على شكل خلينا نقول مثلث ميل على ارتفاع، اللي هي ممكن ناخذ القاع بهذا الشكل اوكي. وهذا الشيء طبعا ما بيمنع انه نكون نحن عم نشتغل بهذا المنظور اللي هو مثلث ميل على ارتفاع، ونتوقع انخفاض على جديد لمستويات ال 63 دولار وايضا مستويات ال 55 دولار على المدى الوسط للمدى الطويل. انا بالنسبه لي بعد اللي بحدد السيناريو السلبي لاسعار النفط، بعدني ماني مقتنع على انه ممكن نرجع نستهدف اكثر من مستويات ال 77 دولار على المدى الوسط للمدى القريب، فبهذه الحاله اتوقع انه ممكن نرجع نستهدف مستويات ال 55 دولار قبل ما نكفي اتجاه صاعد عن جديد، ونرجع ننبش على سيناريو ايجابي على المدى الطويل لمستويات ال 90 وال 100 دولار. ولكن بالوقت الحالي اتوقع انه ممكن نرجع نشهد ارتداد وتراجع باسعار النفط لنرجع نستهدف مستويات اوطى، اقله اذا هيدي ثلاث موجات تصحيحيه نكون ابتدينا موجه اندفاعيه جديده سلبية. ولكن اذا في حال هون عندي ويف 1 2 3 اقل يكون عندي موجه رقم 4 اللي هي ممكن تستهدف قمه موجه رقم 1 اللي هي خلينا نقول تقريبا قرب مستويات ال 53 دولار. هذا بالنسبه لي وبالنسبه لرايي الخاص طبعا في اسعار النفط. وبدكم تنتبهوا انه اذا بدكم تدخلوا مراكز بيع بدكم تعرضوا وقف خساره قرب القمه او اخر قمه سجلها سعر النفط. بالنسبه للمؤشرات الامريكيه عم نرجع نشهد شويه قوه عليها، عم نشهد تقلب غريب على هذه المؤشرات الامريكيه اللي هي نحن نتوقع يوم بعد يوم على انه لازم تكون اصبحت باوفر بوت بوزيشن، ونتوقع خلينا نقول انخفاض لهذه المؤشرات الامريكيه او الالمانيه حتى الجيرمان داكس والاس بي 500. يعني بهيدي الحاله اتوقع انه بحد اقصى اذا بدنا نرجع نمتحن مستوى اخر اللي هو بدنا نرجع نجرب مستوى 76.4%، 76.4% اللي هو مستويات المنتظره عن جديد خلينا نقول داخلين مرحله افقيه. مش غلط انه نرجع نشوف خلينا نقول تقلب قرب هذه المستويات قبل ما نبتدي السيناريو هابط عن جديد. ولكن انا برايي هون انه ممكن يكون انهينا بيج اي انهينا بيج بي هون 1 اوف سي اوكي، ومرتفعين A B C 2 of C، ونتوقع انخفاض 3 of C ونكفي اتجاه هابط على المدى الطويل لمستويات ال 2500 وال 2440. فبهذه الحاله اتوقع بعدني انا انه عم بستهدف مستوى الويف 2 of C اللي هي طبعا كنهايه لازم تكون عم تستهدف مستوى 76.4%، ما بحق لها تستهدف اكثر من هيك، بحق لها طبعا تخترق هذه المستويات ولكن ترجع تغلق تحتها بشمعه يوميه. انا اذا في حال عندي اغلق بشمعه 4 ساعات او شمعه يوميه فوق هذه المستويات نتوقع انه هيدا انفاليديشن ليفل، وممكن كفي باتجاه صاعد على المدى القريب لنستهدف مستويات اعلى. ان شاء الله انه السيناريو الهابط يرجع يمشي على المؤشرات والاسهم الامريكيه،
وانا اكيد انه ما في اي مضارب واي مستثمر عم بفكر بشراء هذه الاسهم، لانه اصبحت اوفر بوت وانفليتد كثير، وممكن انه تنخفض باي لحظه بشكل سريع. فبشك انه يكون عندي مستثمرين داخلين بمراكز شراء. فانا طبعا عم بدعم لكم نظريتكم اللي هي انه اذا بدكم تبتدوا بموجه هابطه جديده بدكم تطولوا بالكم، لان هذه المستويات المنتظره على الاس بي 500. بالنسبه للبيتكوين العمله الرقميه المشفره، انخفاض طبعا حاد، كنت قلت لكم انه مستوى 76.4% مهم جدا، او 61%، كنا ثبتنا مستوى 61%. اليوم انا بترقب مستويات ال 76.4% اللي هي بتساعد على مستوى ال 7246 كحد اقصى لهذا الانخفاض. مثل ما عم نشوف انخفاض طبعا حاد، ولكن شكله تصحيحي، منه اندفاعي، منه منخفضين بموجه او بشموع دمويه رهيبه، خليني اقول مثل موجه رقم 3. عن هيك اتوقع انه بعد موجه تصحيحيه ممكن يكون عم نستهدف ويف بي عند مستويات 7200 لنرجع نرتفع بويف سي باستهداف مستوى ال 11000 و 13000 على المدى الوسط للمدى الطويل. بالنسبه لاسعار البيتكوين طبعا وقف الخساره بده يكون تحت اخر قاس الجني، يعني عند دخولنا ب 76.4% وقف الخساره بده يكون طبعا عند مستويات ال 6500 اللي هو اخر قاع سجله، يعني من وراء انخفاض اسعار البيتكوين من مستوى 12000. هيدي بالنسبه لاسعار العمله الرقميه المشفره. توقعوا اليوم انه ممكن نرجع نشهد او نكفي، خليني اقول، تراجع للدولار الامريكي امام معظم العملات او سلم العملات الرئيسيه الموجوده عندنا. ترقبوا انه موجه تصحيحيه ممكن تشهدوها على اليورو دولار، على استرليني، على اسعار الذهب وعلى غيره من العملات الرئيسيه. بدي اذكركم بمسابقه شهر رمضان الكريم، طبعا بدكم تعملوا لايك وشير للفيديوهات التعليميه اللي عم نقوم فيها بشكل يومي، وايضا للمنشور اللي عندي على صفحه فيسبوك او صفحه تكمل العربيه على فيسبوك، اللي هي بدل او بيعطي تفاصيل عن المشاركه، كيفيه المشاركه في مسابقه شهر رمضان الكريم. رح تربحوا جوائز هذا الاسبوع، طبعا اللي مضى كنا اعلنا عن الجوائز، وطبعا هلا ابتدت بعد المسابقه، بعد ما انتهت المسابقه كل اسبوع عندي 5 فائزين بيبتدوا من ال 200 دولار لل 25 دولار بالمركز الخامس. بدي اذكركم بالمدونه، مدونه تكمل، اللي هي تدخلوا عليها من صفحه او من موقع تكمل دوت كوم وبتسجلوا فيها لتعرفوا ابرز التحاليل، وطبعا الرسوم البيانيه اللي بنحللها او خليني اقول اللي بنعرضها نحن هون ومحللين وخبراء من شركه تكمل. بالنسبه لإلي انتهينا بالجلسه او بالتغطيه المباشره، ان شاء الله تكونوا عم تستفيدوا من هذه التغطيات. بدي اقول لكم انه نحن بشوفكم بجلسه بعد الظهر، وكان معكم محل تكن جزاف ظهريه بجلسه اليوم 24/5/2018. بتمنى لكم نهار مثمر، الى اللقاء.